برضه حتى ايمن بن محمد طبعا مهاري جدا وعنده السرعات ناحيه الشمال، ولكن برضه حسين الربيع هو اللي هيبدا النهارده بنسبه 99% ده التشكيل. طيب نعرض التشكيل، يعني معز الدين بن شرفيه زي ما قلنا هنا وشرحنا من يومين، معز الدين بن شرفيه، شمس الدين الزوادي، وخليل شمام، وسامح الدربالي، وحسين الربيع لو ايمن بن محمد ما بداش، كان متعور وصدق كلامهم او كلامهم كان صحيح من خلال عدم مشاركه ايمن بن محمد عشان اصابته، لو لعب ايمن بن محمد يبقى خلاص حسين الربيع ده مش موجود اللي هو الباك ليفت. في نص الملعب مفيش تغيير، كوم وكولوبالي والشعلالي، وقدامه الثلاثي طبعا انيس البدري والبليلي وطه ياسين الخميس. الطريقه دي ممكن تتحول ل 4-2-3-1، يعني ممكن تبقى 4-2-3-1 او 4-3-3. ازاي؟ ان جيلان الشعلالي ممكن يستخدمه ككونكتور، يعني ما بين قدام الاثنين الارتكاز يبقى اتنين كده وراس مثلث، يبقى الشعلالي راس مثلث وتتحول 4-3-3 بدل ما هم الثلاثه بالعرض. عشان كده حضرتك قبل كده في الحلقه اللي فاتت او اللي قبل اللي فات لما حضرتك كنت بتحلل، لما قلت الشعلالي بيجي ناحيه اليمين ده صحيح. عشان الطريقه كده بتتحول ان هو بيستخدمه ككونكتور قدامهم الاثنين، هو بيميل كعامل اليمين شويه، يعني بيستخدمه ككونكتور بيبقى ارتكاز ثالث مساند قدامهم. عندك كولوبالي طبعا وفرانكو كوم والشعلالي قدامهم، البدري ناحيه اليمين والبلايلي قدام الخنيسي. دي يمكن التشكيله. بالنسبة بقى لو اتكلمنا على الترجي نقاط قوته ايه ونقاط ضعفه ايه، ايه النقط اللي نقلق منها النهارده؟ طبعا رقم واحد اخطر لاعب عندهم هو انيس البدري. انيس البدري طبعا ايمن اشرف 7 اهداف و3 اسيست، ولاعيب مهم قوي، لاعيب مؤثر، لاعيب كمان لاعيب فعال على المرمى، اللعيبه اللي هي عندها شخصيه اللي هي الاكثر تاثير، لعيب جايب 7 تجوان هداف البطوله، وليد ازارو 6 اهداف، انيس البدري لما يبقى عندك جناح ناحيه اليمين مسجل 7 اهداف فده رقم مميز جدا. صحيح. ده اخطر لاعب عندهم من وجهه نظري هو انيس البدري، واهم لاعب انيس البدري لو عرضنا ارقامه مع وليد سليمان حتى يمكن هنا اللاعب الابرز هنا واللاعب الابرز هنا، زي ما بنقول وليد سليمان نجم النادي الاهلي، عندهم انيس البدري نجم الترجي، يعني هم لو لا قدر الله اخذوا البطوله هيبقى انيس البدري هو رجل البطوله، ولو وليد سليمان النادي الاهلي اخذ البطوله ان شاء الله هيبقى وليد سليمان رجل البطوله. صحيح. طبعا من عدد اهداف وليد سليمان في البطوله 4 صنع 2، لكن انيس البدري جايب 7 وصنع 3. بالنسبه للدور الدفاعي التدخلات الدفاعيه هنلاقي ان وليد سليمان دوره اعلى دايما، عنده الدور الدفاعي مميز بيه قوي، عكس انيس البدري 9. المراوغات الناجحه انيس البدري بيتفوق 1.3 كل 90 دقيقه، لكن وليد سليمان 6/10. نسبه الفوز بالالتحامات الثنائيه ودي حاجه مهمه جدا، لعيب بتحطه على الطرف بيتفوق في الالتحامات بيديك الاستحواذ وليد سليمان. وليد سليمان طبعا، وليد سليمان كمان نسبه ليه؟ لانه بيشتغل كصانع العاب في اخر المباريات بقى بيلعب صانع العاب، فنسبه الالتحامات عنده مميز قوي فيه. طب مكمل معاك يا دكتور، لكن اروح من هناك من قدام الاتوبيس وكريم احمد مراسلنا بوش سمح. مساء الفل يا ابو كريم. يا كريم، كريم ايه اللي حصل لكريم؟ الاوان الاخيره والبطوله تحديدا يعني بشكل كبير جدا من خلال ارقامه وتواجده وفعالياته، وكمان انيس البدري. طبعا انيس البدري مهم قوي، معانا فيديو ليه. انيس البدري مميز ايه؟ ان هو دايما بيستغل المساحه ما بين الباك الشمال والمساك الشمال بيقطع فيها، وتلاقي هذا الفيديو. بص حضرتك هم دي طريقه الضغط بتاعتهم، الضغط اللي هنشوفه هنلاقي فرانكو كوم دايما بيغطي سواء كولوبالي او الشعلالي 4-3-3 او 4-1-4-1 بنفس الكوره بالظبط. نشوف اتحولت وجت جون ازاي، ده قدام الوئام الموريتاني هنلاقي الضغط. فرانكو كوم طبعا مميز بحته الالتحام، قاطره في وسط الملعب. بص بقى التحول من الدفاع للهجوم، وانيس البدري قطع ازاي ما بين المساك وما بين الباك الشمال، وفعال جدا على المرمى، هداف يعني جناح يمين رغم ان هو بيلعب برجله اليمين صعب، يعني دايما يقول لك اللي بيلعب برجله اليمين بيبقى مميز قوي ناحيه الشمال اكتر، ولكن انيس البدري متقن طبعا بيجيد الاثنين، ولكن هو دايما بيلعب ناحيه اليمين، دايما بيقطع ما بين الباك وما بين المساك الشمال. ده كان في دور ال 64 قدام الوئام الموريتاني، هو قطع. وبص حضرتك مميز قوي هو بسرعه التحول من الدفاع للهجوم، انيس البدري عنده الحته دي مميزه قوي، وهو هداف الترجي في البطوله، عنده 7 اهداف، هو هداف البطوله كلها، هداف البطوله طبعا. فدي حاجه، هو مميز وبيلعب بيمينه وشماله كمان، يعني لعيب مميز ولعب مع منتخب. صحيح. تونس، لعب كاس عالم، فلعيب مميز. انا قلت ان هو ساعات بيبدل مع البلايلي، بس البلايلي عدلته ناحيه الشمال. البلايلي عشان نهاري دايما عنده القطعه والتسديده للعمق شويه، للعمق دايما بيدخل كمهاجم تاني. فدي يمكن ده كان في مباراه الوئام الموريتاني، ده انيس البدري مميز قوي بالحته دي. يمكن الناحيه الثانيه بقى النقطه القوه الثانيه، وهو يوسف البلايلي. يوسف البلايلي معانا ليه رقم مميز جدا، يوسف البلايلي اللي هو الجناح الثاني، يعني طبعا لازم يكون ايمن اشرف واخد حذره من تحركات ايمن، من تحركات انيس البدري. لما بيقطع ما بينه وما بين كولوبالي
لازم يكونوا واخدين حذرهم بشكل كويس، ولازم ايمن النهارده يكون قليل شويه في الايه يعني في التقدم عشان خطوره انيس البدري. الناحيه الثانيه بقى احمد فتحي عنده مواجهه ثنائيه مع مين؟ مع يوسف البلايلي. يوسف البلايلي ايه مستو؟ هو اهم لاعب في البطوله في معدل المراوغات الناجحه، يعني في المهاره احرف لعيب في البطوله هو يوسف البلايلي. عامل كام؟ عامل 2-2 في المباراه الواحده، يعني بيعدي مراوغتين ناجحتين كل مباراه، واعلى لعيب في البطوله عامل صانع فرص. دي يمكن ارقامه مميزه قوي ناحيه الشمال. صانع فرص مش صانع اهداف، لا صانع فرص مش اهداف، مش اسيست، فرص لزمايله بيديك في الماتش الواحد 2.7 يعني بيعدي الفرصتين ونص في الماتش، فده ياكد لك ان ده لعيب مميز. برضو الناحيه الثانيه احمد فتحي ان شاء الله قادر، احمد فتحي تفوق عليه في المباراه في دور المجموعات، واحمد فتحي موعود دايما باللعيبه اللي ديت سواء مانديلا مثلا. كل اللعيبة المميزه بتيجي عند احمد فتحي، لان دايما كويس. الجناح الشمال بيبقى مميز في اي فرقه، فاحمد فتحي عندنا ميزه في النادي الاهلي ان هو ما شاء الله مميز جدا دفاعيا وراجل صحيح. جدا ومقاتل، فطبعا هيواجه خطوره جامده جدا من يوسف البلايلي. اوكي، تعرضين كمان مواجهه ما بين الباكين بقى، الباك رايت هنا والباك رايت هنا. ده رقم ثلاثه. النقطه الثالثه في قوتهم انطلاقات سامح الدربالي. الجبهه اليمين عندهم قويه قوي، ليه؟ لان فيها سامح الدربالي وانيس البدري بيقطع للعمق وبيفضي مساحات دايما لسامح الدربالي، فالاثنين دول طبعا ايمن اشرف واللي هيلعب قدامه سواء ميدو جابر سواء كان محارب لازم يكون واخد حذره. محارب على فكره النهارده ممكن يكون نقطه تحول في المباراه لو في حالته، لسببين، لان هو بيلعب قدام نقطه القوه بتاعتهم ونقطه الضعف. ازاي؟ سامحت اسلام محارب لما ينزل يسقط ويرجع يغطي مع ايمن اشرف ويقفل الجبهه بتاعه سامح الدربالي وانيس البدري، يبقى انت كده قفلت نقطه القوه بتاعه الترجي دفاعيا، ونقطه الضعف عندهم المساحات اللي ورا سامح الدربالي. وطبعا اسلام محارب مميز بحته ان هو لو تتذكر في مباراه الاتحاد معانا حالات هنعرضها برضه في دي، خليها في نقاط الضعف ماشي. فهم طبعا سامح الدربالي ده ثالث اخطر لاعب عندهم، انطلاقات مميز قوي من ناحيه اليمين، لو عرضنا المقارنه زي ما كنا عرضنا هنلاقي ان هو ارقامه مقاربه قوي لاحمد فتحي. يعني احمد فتحي واحد من اهم اللعيبه في النادي الاهلي، وسامح الدربالي برضه. هنبص نلاقي ان احمد فتحي مسجل جون وصانع جونين، سامح الدربالي مسجل جون وصانع جونين، فالارقام متقاربه بالظبط، هي زي بعض بالظبط، زي دقه التمرير 75-72 مش فارقه، التدخلات الدفاعيه 14-12، طبعا تشتيت الكوره بتاع احمد فتحي اعلى شويه الضعف 24 والتاني 13. نسبة الفوز بالالتحامات الثنائية 67-61، فالأرقام متقاربة جدا، يعني أحمد فتحي وسامح الدربالي في الأرقام متقاربة بشكل كبير جدا، سواء في صناعة الفرص على المستوى الهجومي وصناعة الأهداف ودقة التمرير، أو على المستوى الدفاعي في التدخلات الدفاعية أو تشتيت الكورة أو نسبة الفوز بالالتحامات، فالاثنين يعتبروا مشابهين لبعض. أوكي، طيب يمكن سامح الدربالي، سامح الدربالي كانوا خدوا قرار خلاص ان هو مش هيبقى موجود في الترجي التونسي. سامح الدربالي كان واحد من الناس اللي موجوده في 2011 و2012 و2013، كان موجود بشكل مستمر مع الترجي التونسي، لكن لما ظهر وبدا يبقى بان في الصوره ايهاب لمباركي كان صغير في السن وبدا ياخد خبرات وبدا يبقى عنده امكانيات وقدرات وفعاليات داخل المباراه او داخل المستطيل الاخضر، خدوا قرار في الترجي التونسي ان سامح الدربالي خلاص تتم اعارته ويتم انتهائه مثلا من خلال اهلي طرابلس. لكن لما تعور ايهاب لمباركي هو اللعيب الاساسي، رجعه سامح الدربالي عشان خبراته الافريقيه، ومن خلال الارقام اللي عرضها دكتور احمد ثابت يبين الكلام اللي بنقوله صح. على سامح كان مميز قوي في مع كابتن طلعت يوسف، كان مميز جدا دفاعيا مع اهلي كان مميز لانه بيلعب على طول متعود، عنده خبرات ومتمرس افريقيا، لعيب خبره فعلا زي ما حضرتك بتقول كده. لما اتصاب ايهاب المباركي كان عندهم دايما السريع وكان موجود السنه اللي فاتت.